مسألة النتائج الرياضية للنادي الأهلي يا تركي وتحمل مسؤولياته عشان نكون عادلين. الآن أصلا السؤال سامحني هو مركب تركيب، مين المسؤول عن العملية الرقابية في الأندية السعودية؟ هو النادي الأهلي مسؤول عن العملية الرقابية أو جهة أخرى تحديدا وزارة الرياضة؟ فأنا قبل ما أطلق محترامي أنا ماني جهة اختصاص أقول مين مسؤول. يعني أنا أوجه السؤال لوزارة الرياضة؟ أعتقد هي الجهة أو يعني الأسلم من أجاوب الإجابة هذه. طيب أو يا وزارة الرياضة، رئيس النادي الأهلي إحنا سألنا مين اللي هبط الأهلي؟ قال اسأل وزارة الرياضة. إذا عند وزارة الرياضة أي معلومة أتمنى يعطونها للجماهير الأهلاوية، الجمهور الأهلاوي يعني أكاد أجزم لك انه هذا السؤال اكثر سؤال مجننهم، يعني لدرجه فيها لوين يقولون يا اخي ما نبغى نعرف وش اللي جاي، علمنا اللي راح كيف صار. سالتك انت تقول عند وزاره الرياضه، وزاره الرياضه ارجوكم جاوبوا جمهور الاهلي مين اللي هبط او سبب هبوط، خلينا ما نقول ما اللي هبط لانه ما في احد يهبط، هي اسباب هبوط يقولون اسباب هبوط عدم تجاوز السلطه الرقابيه تركي وباحترامي عشان برضو تكون وثيقه للتاريخ. بكره لو انا وليد عبد الرزاق مشجع صحفي اعلامي جيت وزعت لك التهم بالنسب، والله فلان حاط نسبه الف نسبه باء نسبه جيم، في النهايه راي شخصي ماني صاحب سلطه رقابيه واقول والله مين مسؤول. خلي الجهه الرقابيه، احنا باب النادي مفتوح وتعاوننا مع الجميع في افداء اي اسباب او افداء اي نوع من المستندات المطلوبه عشان الجهه هذه تمارس عملها. تمنياتي ثقتي انه يطلع في النهايه شيء.